تصور أن تعيش بقلب غيرك، وأن تتاح لك حياة جديدة بفضل قلب شخص آخر. أنا بالقلب هذا جديد وليت إنسان أفضل بكثير، يعني وليت نحب الخير أكثر بزاف، وتتفائل بالحياة. أنا جزائري أعيش بقلب إسباني. لكن جيني بيزا والكبار، سبحان الله العظيم، راني عايش في صدري عايش بقلب تاع إنسان واحد آخر. كنت أنا راح نمثل الجزائر في أمريكا في بطولة القتالات المختلطة، كنت راح تندر في لاس فيغاس، كنت راح نمثل الجزائر، كنت ندرب هنا نحضر لها. كان عندي صديق كنت نشتغل معاه في إسبانيا، إسباني حكى معايا ما في تليفون في طريقي للمستشفى، قلت له أعطيني واحد ساعة هكذا نعاود أتصل فيك. قال لي علاش وش بك؟ قلت له بجوز راح ندير غير فحص طبي هكذا وبرجع نكلمك. كلمته مور عام. بين مايو أيار ويونيو حزيران من عام 2014 بدأ ناجي سرير يشعر بتعب شديد ومشاكل في التنفس. بدأت عندي مشاكل تاع التنفس كي كنت نمارس الرياضة، بعد درت فحوصات طبية وكذا قالوا لي بلي ما عندك والو، لازم تكف من السبور. حبست وكملت مع الدواء، بعد حالتي تدهورت بسرعة. بعد في أوت إذا تمول 9 أوت طلعت لإسبانيا، لقيت بلي الحالة تاعي خطيرة جدا. داروا لي الفحوصات والآخر، فهموا بلي القلب راح يحبس، هي قضية وقت، نهار يومين أسبوع كذا راح يحبس. وإفكتيم ما حبس، بعد واحد 10 أيام هكذاك حبس القلب تاعي، وليت أنا الكور الجسم ديالي كان يمشي بالآليات الاصطناعية. كان العلاج الوحيد لحالة ناجي إجراء عملية زراعة قلب، لكن تطلب الأمر العثور على قلب لمتبرع يكون مطابقاً للمواصفات، فظل طوال 6 شهور في الغيبوبة. المتبرع أنونيم، شخص إسباني، الوصفات تاعه متطابقة مع الوصفات تاعي. لما استيقظت ما استوعبت، يعني لأنه كنت ديجا تحت تأثير المخدرات والدواء وكذا، لما استوعبت ثم هاي قريب 5 سنين ومن بعدها ما زال مانيش مستوعب. يحب ناجي ممارسة الرياضات القتالية منذ صغره، وسبق أن حصل على بطولات في التسعينيات، لكنه اليوم يمارسها فقط من باب الهواية، ولا يستطيع أن يبذل مجهوداً كبيراً أثناء التدريب. كي تنضر وتمرض تولي إنسان شوية تتحسس أكثر، تولي مؤمن أحسن، تولي كإنسان تولي عندك الإنسانية أحسن، فهم لي المعنى. الحياة عنده بزاف معاني واحد أخرين غير تعيش وتأكل وتشرب وتتزوج وتسعى حياة اليومية. نتمنى إن شاء الله حتى واحد ما يصرى له واش يصرى لي، لأنه تعذبت بزاف. إن شاء الله منا ورد الفوق نقدر ربي قدرنا ننشروا هذه الثقافة تاع تبرع بالأعضاء هنا في الجزائر. لبس درنا هذه المؤسسة الخيرية لتبرع بالأعضاء في الجزائر، وتلقينا قبول يعني ما شاء الله من عند الناس، من عند الشعب ككل، ومن عند بزاف إطارات يعني تاع الدولة. الحمد لله الأمور تسير بجد.